لو أن المقرض اشترط على المقترض أن يوفيه هذا القرض في مكان آخر، فإنه لا بأس بذلك، وهذا يشبه ما يسمى بالسفتجة، والسفتجة جاء من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على جوازها، من بينها ما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وبإقرار من ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الدراهم في مكة من شخص فيكتب لأخيه بالعراق، لأخيه مصعب بالعراق، أن يوفيه هذا الدين، فدل هذا على أن مثل هذا الشرط لا بأس به. لكن لو كان هذا القرض في توفيته في تلك البلد يحتاج إلى مشقة، إلى حمل، إلى سيارات تحمله، كأن يقرضه مثلاً 1000 صاع من التمر وهو في القصيم فيقول تردها علي في الرياض، هنا أيجوز مثل هذا باعتبار أن هناك مشقة أم لا؟ قولان لأهل العلم، فبعض أهل العلم يقول لا يجوز لأنه حصلت منفعة واضحة وأصبحت كلفة على المقترض، وبعضهم يقول لا بأس بذلك وذلك لأن هذا المقرض ما استفاد شيئا، إنما نفع صاحبه المقترض بهذا المال وهو لم ينتفع، إنما أراد أن يسدد له في منطقة الرياض، وهذا يشبه المال، يشبه القرض الذي لا كلفة فيه ولا مشقة، فإنه لم ينتفع، السداد هو هو، لم يزد عليه. والذي يظهر المنع إلا إن كان ثمن هذه الأصواع في المنطقة التي اشترط المقرض أن يسلمه هذه الأصواع فيها أن يكون مثل مثل قيمة مثل ثمن بلد القرض، فإن كانت أقل فمن باب أولى، فلو كان سعرها أقل فمن باب أولى، فمن باب أولى الجواز. نعم